أهلا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. موقع إخباري يتحدث عن رحلة مخطوطة من متحف تعز إلى صنعاء ومنها إلى إسرائيل. وموقع بلقيس يتابع قصة كفاح طفلة على أرصفة تعز من أجل المدرسة. ومن أخبارنا المنوعة، أم سويدية تحتجز ابنها في شقة لنحو 3 عقود. هل تتذكرون المخطوطة التي ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحملها أثناء استقباله اليهود قادمين من اليمن؟ هناك معلومات جديدة ظهرت حولها. هذه المخطوطة شوهدت آخر مرة في صنعاء وفقا لمدير المتاحف الوطنية بتعز رمزي الدميني، والذي قال لموقع خيوط إن 3 أجزاء من إحدى أهم المطويات والمخطوطات العربية ما تزال مفقودة، وكل جزء يحوي عددا من الصفحات يبلغ طولها 27 مترا. وقال الدميني إن جزءا من هذه المخطوطة ظهر في إسرائيل بجانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء استقباله لمهاجرين يمنيين يهود في 21 مارس من العام 2016، لافتا إلى أن هذه المخطوطة الرئيسية التي قال إنها لم تحرف كانت في متحف تعز، وتم نقل أجزاء منها عام 2002 إلى دار المخطوطات في صنعاء. ويضيف هناك الحبر الشبزي، أحد أبرز أحبار اليهود في اليمن، وقبره موجود في مدينة تعز. بيعت في مزادات أمريكية مثل مزاد كيرستز، وقطع منها ما زالت معروضة في مزادات علنية أخرى لم يحدد أسماءها. وأوضح الدميني أن كمية كبيرة من القطع الأثرية تعرضت للحريق في المتحف الوطني بتعز، وأن إدارته لم تتمكن من تحديد عدد القطع التي احترقت أو سبب الحريق، مستغربا من عدم القيام أجهزة الأمن بتعز في التحقيق بملابسات حادث الحريق. ويتابع: نحن نتابع بشكل متواصل المزادات العالمية وما تعرض فيها من قطع أثرية. هناك قطع أثرية تقدر بحوالي 70% من القطع التي تعرض في المزادات العلنية، هي قطع يمنية وأغلبها قطع حجرية من تماثيل ومنقوشات، وغيرها من القطع التي يعود جزء منها إلى متحف تعز وأخرى ظهرت في متاحف خليجية. اليمن خريطة التجويع الشامل تحت هذا العنوان، كتب زكريا أحمد مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا: من سوء حظ الشعب اليمني أنه وقع بين فكي سلطات وأطراف انتهازية لا تفكر سوى في مصلحتها، حتى وإن امتدت الحرب إلى عقود عدة. لا أحد يكترث لما يحدث من كارثة اقتصادية ومجاعة ستزهق حياة ملايين البشر. طرف يتمسك بالمرجعيات الثلاث التي تضمن له الاستمرار في حكم بلد سيتحول إلى هياكل عظمية، وطرف لا هدف له سوى القيام بتعديل القوانين اليمنية المعمول بها منذ العام 1990 لتكريس حكمه الغاشم وخرافات التمكين الإلهي. حتى الأمم المتحدة التي تكتفي بدق ناقوس الخطر مع عقد كل جلسة لمجلس الأمن الدولي لم تفكر جدياً في إيجاد حل جذري للانقسام المالي الحاصل بين مصرفي عدن وصنعاء، وذلك باعتماد عملة موحدة وسعر صرف واحد ينهي الانهيار الاقتصادي المخيف. من يصدق أنه جراء الانقسام الحاصل ومنع سلطات الحوثيين تداول الأوراق الجديدة التي طبعها بنك عدن في مناطقها، أصبحت عمولة التحويل من عدن وتعز إلى صنعاء 50%، وأنه مع كل 100,000 ريال تريد إرسالها لأحد معارفك المحروم من راتبه الشهري ستذهب 50,000 منها كعمولة لشركات الصرافة جراء التعسف الحوثي وانعدام السيولة النقدية هناك. لا يريد المواطن اليمني حالياً أكثر من تحييد الاقتصاد، وإذا ما عادت عبوة دقيق القمح إلى سعرها الطبيعي وأصبحت متاحة للفقراء كافة، فلا يهمه الاتفاق السياسي أو استمرار الحرب التي تكيف معها، وإذا ما توفرت لقمة العيش لأولاده فلتذهب جميع الأطراف وخريطة الحل الشامل إلى الجحيم. المزايدات المفضوحة لم تعد تنطلي على الشارع اليمني من قبل أطراف الصراع وأمراء الحرب، ومن يزعم أن هدف استمراره بالحرب هو الحفاظ على كرامة شعبه العظيم،
في وقت يترك الباب مفتوحاً أمام أوبئة الكوليرا والضنك والجرب والدفتيريا وفوقها الجوع، تفتك بالناس مثل المنجل، مجرد كاذب ولا يعمل سوى لصالح متحاربين بالوكالة. تابع موقع بلقيس قصة الطفلة اليمنية التي انتشرت صورتها وهي تراجع دروسها في الشارع أثناء العمل في بيع مواد بسيطة، وعنوان الموقع جنات، قصة كفاح طفلة على أرصفة تعز من أجل المدرسة. تغادر الطفلة جنات صالح وهي في ربيعها السابع طفولتها، وتدخل معترك الحياة والبحث عن الرزق، ومعها أحلامها في مواصلة تعليمها، كما تقعد على رصيف أحد الأسواق وسط مدينة تعز وتخوض مواجهة شرسة مع الفقر والجهل وشدة الحاجة، راسمة رغم صغر سنها لوحة فريدة في الكفاح لكسب لقمة العيش. تستيقظ الطالبة في الصف الثاني الابتدائي باكرا وتخرج من غرفة متواضعة تقيم فيها مع والدتها وإخوتها الثلاثة، فتذهب إلى مدرستها، وبعد اليوم الدراسي تعود زميلاتها إلى منازلهن، فيما هي تلحق بوالدتها في السوق لتساعدها في أعمال المنزل البيع. وتعد جنات واحدة من بين 5 ملايين طفل في اليمن كبروا قبل أوانهم وتحملوا المسؤولية مبكرا، بينهم 3 ملايين طفل خارج المدرسة. تقول جنات لموقع بلقيس: أدرس في الصباح، وبعد خروجي من المدرسة أذاكر أثناء تواجدي في البسطة، وأنتبه للبضاعة وأساعد أمي في البيع كما تساعدني بالمراجعة للدروس. تقول أم جنات لموقع بلقيس: ابنتي مجتهدة وتذاكر باستمرار، كما تطلب من الآخرين تعليمها بمن فيهم أصحاب البساطات المجاورة. السلطة الرابعة وداعا، تحت هذا العنوان كتب فواز حداد مقاله المنشور في العربي الجديد، مضيفا: في الدول الشمولية تقوم السلطة بالسيطرة على وسائل الإعلام بقيادة حزب واحد، وفي الحقيقة رجل واحد يضع الخطوط الكبرى التي تتقيد بها، عدا تدخل أجهزة المخابرات في كل ما يمت للأخبار والبرامج مهما كان نوعها، من دون إغفال أدق التفاصيل تضع الدولة يدها عليها تحت عنوان الإعلام الموجه، وتحدد سياسته الهادفة إلى تطويع المواطنين وقولبتهم على الاعتقاد الواحد وتحويلهم إلى قطيع من البشر. بينما في الدول الديمقراطية إذا كانت تمثل مصالح الشعب، لكن أي شعب؟ طالما النخبة السياسية تستغل شرعيتها كسلطة منتخبة وتعمل على تحجيم وسائل الإعلام وسلبها حريتها وجعلها بوقاً للسلطة السياسية بالتحايل على ركن أساسي من أركان الديمقراطية ولو كان بالإطاحة به. ودائماً المخاوف واردة في الدول الديمقراطية من احتكار الإعلام لصالح أحزاب معينة، ما يحرم خصومهم السياسيين من إمكانية التعبير عن آرائهم وأفكارهم، فالديمقراطية تعني تعددية الآراء والأفكار، وإذا ما انتفت هذه التعددية فلن يبقى من الديمقراطية إلا الاسم، ويمكن التلاعب بها طالما الشركات الكبرى ومراكز القوى السياسية تسعى للسيطرة عليها وبث أفكار تخدم جهات معينة، عدا قدرة الأثرياء على إنشاء إمبراطوريات إعلامية تنطق بما تريد وتشيع ما ترغب فيه وتمنع وتحجب كما تشاء. إذا كانت السلطة الرابعة قد أنتجت نفسها، فالديمقراطية جعلتها تستمر، لكنها اليوم في خطر، ويخشى أنها لم تعد تتمتع بهذه الصفة، وربما آن الأوان لنقول لها وداعاً بعدما باتت مهددة ومساحتها ضيقة، تعتمد على بعض القنوات الحرة ومذيعين وصحفيين شجعان يغامرون بمستقبلهم وبمصادر عيشهم من أجل الحقيقة. إلى صحيفة الجارديان التي جاءت افتتاحيتها بعنوان اغتيال عالم نووي إيراني، الخطر يلوح في الأفق. وترى صحيفة أن اللافت حقا في عملية الاغتيال هو التوقيت، حيث كان فخري زادة هدفا رئيسيا، لكن آخر عملية قتل من هذا النوع كانت في عام 2012. وتضيف: من الصعب تصديق أن اغتياله حدث مصادفة بينما يستعد دونالد ترامب لترك منصبه على مضض. وعلى هذا النحو يبدو أن الأمر لا يتعلق بالأحداث في إيران بقدر ما يتعلق بالسياسة في الولايات المتحدة وإسرائيل. وترى أن اغتيال فخري زادة يهدف إلى إثارة رد فعل قد يشعر الرئيس المنتخب جو بايدن بأنه غير قادر على تجاهله،
مما يجعل خططه للعودة إلى الاتفاق النووي أكثر صعوبة. وتقول الصحيفة إن المشكلة الحقيقية ليست أفعال الأيام القليلة الماضية، ولكن ما حدث في السنوات الأربع الماضية. فقد انسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني على الرغم من امتثال إيران، إضافة إلى أن النرجسية والنزعة الانتقامية لترامب التي جعلته مصمما على تفكيك الإنجاز المميز لسلفه. ألقت الشرطة في السويد القبض على امرأة مسنة في العاصمة ستوكهولم بتهمة احتجاز ابنها في شقة لمدة تقارب 3 عقود. ووفقا لموقع البي بي سي، أم سويدية تحتجز ابنها في شقة لنحو 3 عقود. ونفت الأم تهمة الاحتجاز غير القانوني والإيذاء الجسدي الخطير بعد العثور على ابنها البالغ من العمر الآن 40 عاما، وهو يعيش في ظروف سيئة. ويبدو أن الأمر لم يكتشف إلى يوم الأحد الماضي، حين ذهبت إحدى الأقارب إلى شقة الأم بعدما نقلت الأخيرة إلى المستشفى لشعورها بالإعياء. وقالت القريبة التي عثرت على الابن لصحيفة محلية إنها ذهبت إلى الشقة في أول زيارة لها للشقة منذ 20 عاما، بعدما حاولت دون جدوى عندما كانت أصغر سنا التنبيه إلى الظروف التي كان يعيشها الطفل الذي أخرج من المدرسة وعمره 12 عاما. وجدت المرأة الشقة مظلمة ويكسوها الغبار، وحين لم يجبها أحد من داخل الشقة تقدمت وسط الفوضى وسمعت حركة في المطبخ، فتوجهت نحو مصدر الصوت حيث رأت رجلا يجلس في ركن مظلم لا يصله الضوء إلا من عمود إنارة في الشارع، وكانت القروح تغطي رجليه إلى الركبتين. وعندما رآها وقف وراح يكرر اسمها هامسا وقد فقد جل أسنانه، وكان يتلعثم في الكلام. وقالت القريبة إنه تذكرها بعد كل تلك السنين ولم يشعر بالخوف منها. وعندما نقل الابن إلى المستشفى أخطر الأطباء الشرطة التي اعتقلت أمه. وقالت المدعية العامة في ستوكهولم إيما أولسون إن حالة الابن تطلبت خضوعه إلى عملية جراحية دون تقديم تفاصيل أخرى، ولا يعرف شيء مؤكد عن العلاقة بينهما. ولكن القريبة قالت للتلفزيون السويدي إن الأم عانت بسبب وفاة ابنها الأول، وعندما أنجبت مرة أخرى سمته باسم أخيه الفقيد، وكانت تريد استعادة ابنها الأول فأصبحت تفرط في حماية ابنها الثاني. ماذا سيقول التاريخ عن ترامب؟ يتساءل مات باي من صحيفة الواشنطن بوست، ويحاول الإجابة في مقال ترجمه علاء الدين أبو زينة. كيف سيفسر المؤرخون مع الاستفادة من المسافة الزمنية صعود ترامب وما الذي أفضى إليه؟ أعتقد أنهم سيستنتجون أن ترامب عكس الحنين إلى لحظة أمريكية من التراجع السريع، بينما يعطينا أيضاً لمحة عن اللحظة التي تنتظرنا في الأمام. سوف يسجل التاريخ أنه منذ أواخر الثمانينات مع نهاية الإجماع الهش الذي صنعته الحرب الباردة بدأت سياستنا في الانقسام بسرعة. فبعد أن هزتهم التحولات الزلزالية في التكنولوجيا وتركتهم الحركات الاجتماعية والأسواق العالمية في الخلف، فقد العديد من الأمريكيين الثقة في المؤسسات الكبيرة. ضربت الهزات المؤسسة السياسية عندما تحركت مجموعة من المشاهير والإصلاحيين من أمثال روس بيرو وجيسي فينتورا لاستغلال الضعف المفاجئ الذي أصاب أحزاب العصر الصناعي. سوف تشير النصوص التاريخية إلى أنه بحلول العام 2016 كان الحزب الجمهوري الذي لا زعيم له مستعداً لاستيلاء جسور على السلطة، وعبر ذلك الخرق دخل بائع متجول بارع وأحد مشاهير التلفزيون ليلعب دور الملياردير المتوهج والشعبوي المناهض للمهاجرين. ربما تبدو فكرة وجود ملياردير محافظ شعبوي متناقضة بطبيعتها للطلاب في القرن 22، لكنه في أمريكا العام 2016 لم يكن التماسك الأيديولوجي فكرة قابلة للبيع بشكل خاص. كان ترامب فنان تسلية ماهر أرعب النخبة السياسية والإعلامية، وكان ذلك كافياً. سوف يكتب هؤلاء الطلاب أن فترة رئاسة ترامب القصيرة كانت ملحوظة في الغالب بسبب ازدرائها للمعايير الديمقراطية للعصر. فقد تصرف ترامب مثل رجل قوي صغير أكثر من كونه رئيساً أمريكياً، فتقاسم السلطة مع أولاده وقام بتضليل الجمهور من خلال منصة رقمية بدائية تسمى تويتر، دافعاً الجماهير إلى المشاركة في مسيرات وتجمعات حاشدة من النوع الذي ينظم من أجل الظهور التلفزيوني. قال رائد فضاء إنه يواجه عطشاً دائماً على متن المحطة الفضائية الدولية، وذلك بسبب العمل المستمر لمكيفات الهواء هناك
كما ذكر موقع RT وعنوان الموقع: رائد فضاء الروسي يواجه عطشا دائما على متن المحطة الفضائية الدولية. وأضاف رائد الفضاء أنه يحس بحاجة دائمة إلى إضافة التوابل والملح إلى وجبات الأكل رغم أن طعمها لم يتغير مقارنة بالأطباق نفسها على الأرض. وأوضح قائلا: لم ألاحظ أي فرق بين أطباق المحطة والأرض، نعم واجه هنا العطش الأكثر مما أواجهه على الأرض، لكن السبب يكمن برأيي ليس في انعدام الوزن بل في نظام تكييف الهواء العامل بشكل دائم الذي يجفف الهواء لتفادي ظهور قطرات ماء دقيقة على سطح الأجهزة الباردة. ومضى قائلا: إن طعم الأكل لا يتغير، لكنني بحاجة دائمة إلى شيء ما مالح وحار وطعم أكثر جاذبية، لذلك أريد دائما إضافة الثوم والصلصة الحارة إلى الأكل العادي. الموازنة على حبل مشدود وعزف موسيقي لا تشكل مشكلة لأعضاء فرقة أول دوس، إذ يمكنهم الحفاظ على توازنهم على حبل مشدود وهم على ارتفاع 50 متر والعزف على آلة موسيقية في الوقت نفسه. موقع DW نشر فيديو لعمل هذه الفرقة، فلنتابع. ما تابعناه حقيقة شيء مثير. وفي الأخبار المصورة، بنت السلطات الهندية جسرا خاصا بالزواحف وحيوانات صغيرة أخرى بهدف مساعدتها على عبور طريق سريع مزدحم في إحدى الولايات الهندية. وتعرضت عدة حيوانات للدهس نتيجة للسيارات المسرعة على هذا الطريق الذي يقود مدينة نايتال التي تعد قبلة سياحية تحظى بشعبية في الولاية. ويعكف المسؤولون حاليا على تربية الزواحف وتنمية العشب بهدف اجتذاب الحيوانات إلى الجسر. مجموعة من صور الجسر نشرها موقع BBC. إذن العديد من رسومات الكاريكاتير كما نشرتها مواقع وصحف اليوم، فلنتابع. We'll be right back.
إذن مشاهدينا، بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.